اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. الحقيقة انتاج الافلام بيمر بمراحل طبعا يعني مختلفة، وفي بقى مراحل معينة في موضوع الصوت ومؤثرات الصوت، وفي ناس يعني هي جنود مجهولة كده في عمليات الافلام او كانت في الاذاعة يعني طبعا في فترات قديمة، وهم اسمهم فولي ارتست، يعني هم بيعملوا اصوات او مؤثرات صوتية بأدوات معينة هي معاهم. يعني مثلا الفيلم فيه صوت رعد مثلا، فهم بيستخدموا ورق معين من الألمونيوم يفركوه كده بإيدهم بطريقة معينة، فجنب طبعا المايك، فيطلعوا صوت الرعد، او مثلا يعملوا صوت خطوات الرجل حتى يعني في بعض الافلام، بل ان في بعض الافلام زي افلام الرعب مثلا، يعني مثلا صوت صحق للجماجم مثلا، جمجمة بشرية، ده ممكن اصلا انت سامعه كده او هو المشهد عبارة عن كده، ولكن في واقع الامر او الصوت المستخدم هم بيجيبوا جوز او اللي بيسمى يعني في مصر عين جمل ويضربوه بطريقة معينة فيعمل الصوت ده كأنه ممثل لصوت سحق الجماجم. فلسه هنشوف امثله من افلام مختلفه زي فايت كلاب وغيره، وايه الحاجات اللي استخدموها، يعني مثلا اصوات اللكمات او الضرب اللي كانت موجوده في بعض المشاهد في فايت كلاب، استخدموا قطع من اللحم وكانوا بيمسكوا قطعه اللحمه يضربوها يمين وشمال، ويعني حاجات طبعا اضافيه عشان يطلعوا الاصوات اللي احنا بنسمعها. فزي ما احنا شايفين ده واحد مثلا اهو من الفولي ارتست، ودي العده اللي معاه، بيحط بقى مايك معين قدامه ويعمل شوية أصوات حسب الفيلم عايز ايه. حتى شايفين قدامه زوج من الأحذية ممكن يخبط بيه على اللوح الخشبي ده عشان يعمل صوت خطوات لحد بيمشي، وده برضو اهو في احد المشاهد بيفتح الفيلم قدامه او كده عشان موضوع المزامنة طبعا بيكون مهم في الاصوات، وبيبدأ يشوف المشهد يعني هم عايزين اصوات معينة يبدأ يحاكي الاصوات دي. ودول برضو مجموعة اخرى زي ما شايفين كده قدامنا في الصور، ماسك أحذية برضو وبينقر بها على اللوح الخشبي اللي قدامه يعمل صوت مشي، او مثلا لو واحد بقى بيمشي في الغابة ممكن يجيب مثلا ورق شجر ويقعد يمشي عليه الأحذية كده ويسجل الصوت بالمايك، وبعدين يضيفوه بقى في مرحلة ما بعد الانتاج يضيفوه بقى طبعا للفيلم كمؤثرات والكلام ده كله. وهنشوف مع بعض ده مشهدين كده صراع للموضوع ده، يعني فيديو كده بيوريك بعض الحاجات المستخدمة واللي بيستخدمها الفولي ارتست. Can hear it. Okay. Well, are you ready? Mic's moving. Okay. Thanks. ممكن كمان استخدام موضوع الفولي طبعا عشان يغطي على بعض الاصوات غير المرغوب فيها اللي تم التقاطها في موقع التصوير وهم بيصوروا الفيلم، والمكان بقى بيسمى يعني مسرح فولي او استوديو فولي اللي بيعملوا فيه الاشياء دي، ويكون عندهم مجموعة من الاحذية والمعدات وادوات معينة عشان صوت اللكمات او صوت الرعد او
افلام تانية طبعا خيالية برضو بيستخدموا فيها بعض الاشياء. فدي بتكون في البوست برودكشن او مرحلة ما بعد الانتاج، اللي هي يعني طبعا بيكون المرحلة دي بتكون بتشمل ايه بقى المرحلة اللي هي ما بعد الانتاج، اللي هو بقى فيها طبعا الايديتنج وكمان الموسيقى التصويرية والمؤثرات البصرية والموضوع تصحيح الالوان وحاجات تانية كتير مهمة جدا في صناعة الفيلم. فموضوع الفولي ده يعني هو بيقولك نشأ كإضافة أصوات، كانت زمان في الدراما الإذاعية، يعني بدأ الموضوع في الراديو كانوا بيستخدموا بعض الأصوات كده، أو واحد بيقف عشان يعمل بعض الأصوات في الإذاعة. وجاي الاسم ده فولي من شخص طبعا اللي هو يعني بدأ في الموضوع ده، اللي اسمه جاك فولي. فالفولي أرتست هو الفنان بقى اللي بيعمل الفن الصوتي ده، فهو بيكون كنوع من الإكمال أو بيكمل مرحلة معينة في الصوت أو الصوت المسجل، اللي هو بيسمى التسجيل الميداني او الفيلد ريكوردينج، اللي هو بيكون بقى تسجيل صوتي مثلا خارج استوديو التسجيل، زي ما شايفين كده قدامنا في الصورة مثلا للأصوات الخارجية. فالفولي بيكون يعني هو شيء ليه ممكن يغطي على الأصوات دي لو في ضوضاء معينة، او بيكمل طبعا الأصوات اللي موجودة في الفيلد ريكوردينج. فبيحتاجوا يعني الفولي في افلام كتير، وبيكون طبعا موضوع مهم وليه استخدامات متعددة. وبيكون الحاجة لاستبدال الصوت او تحسينه في موضوع انتاج الافلام ان هو يعني ساعات بسبب طبعا بعض الضوضاء اللي بتكون موجودة في الخلفية، ولازم طبعا تكون الاصوات متزامنة زي مثلا خطوات الاقدام او الابواب اللي بتتقفل او الكلام ده مع حركات الممثلين، بالفعل يكون تزامن دقيق جدا. وبيقسموا بقى موضوع الفولي طبعا في الاصوات والكلام ده لعدة اقسام، يعني مثلا اصوات مثلا الخطوات بتاعة القدمين على الواح معينة سواء لوح رخامي او لوح خشبي حسب طبعا الفيلم، والتحركات بقى زي مثلا صوت مثلا حفيف الملابس او الملابس اللي هي بتحتك مثلا بحاجة معينة. والقسم الثالث اللي هو بعض التفاصيل زي اغلاق الابواب مثلا واجراس الباب وبعض الاصوات اللي زي كده اللي برضو بيعملها الفولي ارتست. مثلا ممكن يستخدموا حاجات معينة زي زوج من القفازات او جوانتي في الايد، ممكن يعمل صوت كأنه اجنحة طيور بترفرف، ممكن ورق سلوفان ممكن يعملوه بايديهم كده ويحتك بالايد بطريقة معينة يعمل صوت طقطقة لهب النار في الغابة او في المخيم. يبقى قبل التسجيل بيحصل في قبل التسجيل في الاستوديو بتاع الفولي طبعا بيشاهد بقى الفنانين دول او الفولي ارتست بيشوفوا الفيلم بالكامل ويلاحظوا الاصوات اللي هم بيحتاجوا ان هم يعملوها، وبعد كده يجمعوا بقى الادوات والمواد ويبدأوا يعملوا الاصوات وبيسجلوا في الوقت الفعلي ساعات اثناء مشاهده الفيلم، عشان ما زي ما قلنا موضوع مزامنه الصوت بشكل صحيح ده موضوع مهم جدا. فالفولي هو يعني تقنيه لانشاء المؤثرات الصوتيه، وطبعا تم استخدام التقنيه دي او الاسلوب ده في موضوع الصوتيات في عدد برضو من الافلام اللي اتكلم عنها ديفيد فينشر المخرج الشهير، ويعني في افلامه كان بيتكلم برضو على موضوع الفولي والفولي ارتست، وقال ان الاشخاص اللي بيعملوا كده بشكل جيد اللي بيعملوها بشكل متقن يعني قليلين، وطبعا الموضوع محتاج برضو يعني ايه ابداع. تعالوا نشوف بعض الامثلة للاصوات. الاول في يعني بعض الحاجات كده او نصائح من مقال بيقولك مثلا الناس اللي عايزة تعمل فولي، فيقولك مثلا ممكن جوز الهند ممكن يستخدموه في عمل صوت مثلا حصان بيمشي، صوت بقى ايه المشي بتاع الحصان، والالومنيوم وبرضو ورق الفويل ممكن يستخدم في الساندر او اللي هو الرعد في السماء، وممكن مثلا صوت الحشائش في الارض ممكن يستخدموه عن طريق ورق الجرايد، وممكن قطعة لحمة يستخدموها في البانشينج او صوت اللكم. ولكن خلينا نشوف امثلة من افلام. فمثلا في ستار وورز 1977 جابوا كابل معين، يعني هو بيقولك ايه الافكت او ايه الحاجة اللي هم محتاجينها وايه الصوت اللي تم استخدامه بالفعل. فهم يعني الفولي ارتست استخدموا كابل عشان يعملوا صوت المسدس اللي كان موجود في ستار وورز. وفي ترمينيتور 2 سنة 1991 كانوا محتاجين صوت صحق للجمجمة، فاستخدم ايه؟ استخدم الفستق، يعني زي ما قلنا قبل كده انه ممكن يستخدم عين الجمل او اللي هو الجوز، هنا استخدم الفستق وصوت تأشيره او صحقه. وفي ترمينيتور 2 سنة 91 يعني برضو كانوا عايزين يعملوا صوت التحول
السائل او زي ما شايفين المشهد اللي قدامنا، او هو كانوا محتاجين حاجه اسمها ليكويد ميتال مورفينج فاستخدموا منظف للاساس. طبعا حاجات غريبه ممكن اللي يجي على بالهم، بس المهم يعملوا الصوت، يعني صوت التحول هنا او المشهد اللي بيتم قدامنا ده، الصوت يطلع منه ازاي؟ عن طريق ماده للاساس هم استعملوه. وفي حتى افلام عظيمه زي لورد اوف ذا رينجز طبعا استخدموا ايه مثلا، اكواب بلاستيكيه لعمل بعض الاصوات، والكائنات اللي هي الاوركس طبعا برضو استخدموا ليها، يعني بيقول لك استخدموا بيبي اليفانت سيلز، يعني ساعات مش بس اصوات، لا ده ممكن يستخدموا كائنات في الغابه، يعني مش يستخدموا اصوات مثلا بلاستيكيه او الكلام ده، لا ممكن نجيب كائن معين او حيوان نعمل بيه صوت الكائنات اللي موجوده في الفيلم. وفي من ان بلاك استخدموا مثلا مروحه يدويه عشان يعملوا برضو صوت او المؤثر اللي هم كانوا محتاجينه للدراجون فلايز. وصوت الكائن في فيلم اي تي سنه 82، صوت بقى الحركه للاي تي طبعا استخدموا الجيلي والبوب كورن زي ما احنا شايفين قدامنا مكتوب. وفي الفايت كلاب طبعا احنا قلنا في فيلم فايت كلاب استخدموا ايه البانشنج او صوت اللكمات، يعني في مقالات اتكلمت عن اصوات لحوم معينه، فهنا مكتوب مثلا تشيكنز، هو فعلا استخدموا صوت بعض المشاهد صوت سحق لعظام الدجاج، وبعض المشاهد التانية لحوم تم حقنها بمواد معينه وضربها على اسطح خشبيه عشان تطلع الاصوات. طبعا حاجات غريبه جدا عشان تطلع اصوات اللكمات. وفي سبايدر مان حتى الصوت والويب بتطلع منه او الشبكه العنكبوتيه دي، يعني هو استخدمه هنا بيقول لك شيفنج كريم وفيشنج لاين عشان نسمع الصوت ده اللي طالع من سبايدر مان. وهنا برضو المقال بيقول لك، يعني في مقال اتكلم عن اهميه الموضوع ده او الفولي ارتست ليه بيتم استخدامهم، فقال لك في عدد من الاسباب، في اربع اصوات، يعني اربع اسباب. اول حاجه ان صوت الفولي او الفولي ساوند في عمليه صناعه الافلام بيخلي المشهد اكثر واقعيه، لانها بتبدو طبيعيه وحقيقيه حتى ان الجمهور مش بيلاحظها، بيخلي المشاهد تجذب المشاهدين اكتر. وان لما يكون اصوات الخلفيه او الاصوات المحيطه في التسجيل الميداني او الفيلد ريكوردنج لما ما بتكونش عاليه بشكل كافي، فهي طبعا بيتم استخدام الفولي ارتست وبيعيدوا انشاء الاصوات في الاستوديوهات عشان تكون اعلى في الصوت واكثر تصديقا حسب المقال. وهو ده موضوعنا عن موضوع الفولي ارتست، وانهم زي ما قلنا بنعمله بقى بيستخدموا مواد غريبه جدا وافكار لخلق الاصوات، صوت لكمات، صوت رعد، صوت حصان بيمشي، صوت مطر في الغابه، او صوت مثلا شلال بينزل ممكن يجيب في بعض المشاهد جابوا مثلا جردل ميه كده كبير ويسكبوا المياه بطريقه معينه في وعاء يعمل صوت تدفق للمياه او شلال، وحاجات كتير جدا. طبعا عالم الاصوات بقى ممتد وكل شويه بيخترعوا حاجه جديده عشان تطلع الصوت بشكل اكثر تصديقا. طبعا بيعملوها مره واثنين وثلاثه ومية عشان الصوت يبان بالظبط متزامن وانه يكون واقعي شبه الصوت الحقيقي اللي يكون موجود في الغابه او في مشهد الاكشن. ودي كانت حلقتنا عن الموضوع الفولي، او يعني الفنانين اللي بيقوموا بهذا النوع اللي هم اسمهم فولي ارتست. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.